رفيق عبد السلام ما كانوا الطبيعي في السجن، مش اليوم يعني، ملي تفجرت قضية شيراتون جيت حاولوا هما يعطلوها وحاولوا خرجوا إشاعات أنه تسكر الملف، الملف منزل توا ما تسكرش. تبقى نحن نعرفوا أن نور الدين البحيري كي ضرب القضاة كانت ضربة قاسمة للقضاء بتعلة أنه باش ينظف الجهاز القضائي يا أخي زاد على مرمته، وبالتالي بقات هذيك الحركة، هذيك حركة يعني حركة رعب بالنسبة للقضاة.